القاهرة تستضيف قمة ثلاثية بين قادة مصر وقبرص واليونان، حملة تدوين عن شادي الغزالي حرب وتجديد حبس حازم حسني وخالد داود. والقومي لحقوق الإنسان ينظم مؤتمرا بمشاركة منظمات حقوقية مصرية وعربية. اتهامات لصندوق النقد بتشجيع الإقراض المتهور لعدة دول من بينها مصر. والكاف يقرر إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيو بالقاهرة. تابعونا. أهلا بكم. استضافت القاهرة اليوم قمة ثلاثية هي السابعة بين مصر وقبرص واليونان. بحثا رؤساء الدول الثلاث ملف التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط، وأكدت القاهرة أنه لا يوجد أي مانع من انضمام دول أخرى لمنتدى غاز الشرق المتوسط الذي تأسس بالقاهرة وشارك في اجتماعه الثاني هذا العام سبع دول هي مصر وإسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا والأردن، كما شارك في الاجتماع وزير الطاقة الأمريكي وممثل المفوضية الأوروبية لشؤون الطاقة وممثل للبنك الدولي. حول هذا الموضوع انضم إلينا عبر الأقمار الصناعية الأستاذ أحمد ذكر الله، رئيس قسم الدراسات الاقتصادية في أكاديمية العلاقات العربية الدولية. عفوا، برحب بك يا أستاذ أحمد. واضح أن هناك محور يتشكل، أو هو تشكل بالفعل منذ فترة طويلة، هذا هو الاجتماع السابع، مصر وقبرص واليونان من جهة، في جانب ربما تركيا في الجهة الأخرى. مساء الخير على حضرتك وعلى أسرة البرنامج والسادة المشاهدين. بالطبع مصر لديها بنية أساسية قوية في موضوع الغاز، ومصر اكتشفت مؤخرا حقل الزهر، واكتفت في بداية العام الحالي تقريبا اكتفاء ذاتيا، وتوقفت عن استيراد الغاز من الخارج. مصر في إطار سعيها أن تتحول إلى مركز إقليمي للطاقة. مركز إقليمي للطاقة يعتمد على ساقين رئيسيين من وجهة نظر. الساق الأول يعتمد على توفير كميات من الغاز يمكن إعادة تسييلها باستخدام البنية التحتية المتوافرة في مصر وإعادة تصديرها مرة أخرى إلى أوروبا. ومصر في حاجة إلى الساق الأخرى، وهي زراع قانوني دولي أو يصبح دوليا في المستقبل يمكن من الاعتماد عليه في مواجهة دول أخرى قد تكون مناوئة لمصر أو منافسة على الأقل لمصر في هذا المشروع. بالفعل مصر رغم كل يعني علامات الاستفهام على اتفاقية الغاز مع إسرائيل، ولكن تم بالفعل توقيع اتفاقية توريد غاز من إسرائيل إلى مصر، وتم تطوير هذه الاتفاقية الأسبوع الماضي تصبح بقيمة حوالي 19.5 مليار جنيه. في الساق الثاني اللي حضرتك في هذا الإطار، يعني إن هذا الاجتماع الثلاثي ما بين مصر واليونان وقبرص، وهو الاجتماع الثاني، وهو جزء من إنشاء منتدى يتكون من سبع دول حتى الآن، وتم الإعلان أو التصريح عنه أنه يجوز أن ينضم إليه دول أخرى. في الحقيقة كل هذه المؤشرات التي تحدث عنها الإدارة المصرية تحتاج إلى مزيد من التفصيل، سواء وجود بنية تحتية ذات كفاءة عالية في مصر، هذا الأمر يحتاج إلى تفصيل، سواء اتفاقية الغاز وتوريده من إسرائيل أيضا تحتاج إلى تفصيلات كثيرة وعليها الكثير من علامات الاستفهام. هذا الاصطفاف وراء إسرائيل، أنا أعتقد أن هذا الأمر يصب في المصلحة الأولى، في مصلحة الجانب الإسرائيلي الذي أصبح يمثل وكأنه كيانا قانونيا حقيقيا يلعب دورا مؤثرا في القطاع الاقتصادي وفي قطاع الطاقة شديد الأهمية والحيوية في هذا الإطار بالنسبة لمصر ولغيرها من الدول. لو جاي نتكلم عن الجزء الأولاني المتعلق بالبنية التحتية المصرية، احنا عندنا محطتين إسالة كبار، محطة في إدكو ومحطة في دمياط. محطة دمياط متوقفة حتى الآن، لا تعمل حتى الآن، وبالتالي حتى إن فرضنا أن إسرائيل، بالمناسبة إسرائيل كانت المفروض تورد أول شحنة غاز إلى مصر في أول بداية مارس 2019، وفي أول بعدها بثلاث شهور اعتذرت في عند ميعاد الصفقة الأول، اعتذرت ثم اعتذرت مرة أخرى بعد ثلاث شهور أخرى، وحتى الآن حتى هذا الحديث لم تورد إسرائيل الشحنة الأولى.
وكانت الصحف الإسرائيلية صلبت طبعا، الإدارة المصرية لم تسرب شيء، وكل الأخبار بنعرفها عن طريق الصحف الإسرائيلية كالعادة، ولكن ما قيل في إسرائيل داخليا أن البنية التحتية الإسرائيلية أو الشبكات والمضخات التي ستمرر بها إسرائيل الغاز إلى مصر غير جاهزة حتى الآن. ده رقم واحد. رقم اثنين، أن الطلب المحلي الإسرائيلي على الغاز زاد بنسبة كبيرة جدا خلال الفترة الماضية، وبالتالي هناك تراجع كبير في تنفيذ الاتفاقية. ثم فوجئنا مرة أخرى أن إسرائيل تمدد العقد، أو مصر تمدد العقد مع إسرائيل وتوسعه بصورة كبيرة جدا. يبقى احنا عندنا مشكلة داخلية في إسرائيل، وعندنا مشكلة داخلية في البنية التحتية المصرية. يعني الاثنين دول اللي بتدعي مصر وبتدعي الإدارة الإسرائيلية أن مصر هتكون مركز عالمي أو مركز إقليمي للطاقة غير موجودين. الغاز الإسرائيلي حتى الآن لم يورد، وفي تشكيك كبير في توريده خلال 3 شهور أو 6 شهور القادمة، وحتى إن ورد لن تكون هناك بنية أساسية متاحة. ليه هو المفروض أن محطة دمياط والمحطة الأخرى في إيدكو هما كانوا متوقفين أصلا، لأنه ليس هناك بقالهم فترة، وربما ده من أهم الأسباب اللي تم التسويق من خلالها لهذه الصفقة، أنه المصنعين متوقفين من فترة طويلة. هما بالمناسبة ملكية الحكومة مش فيها مش كبيرة، هي مملوكة لأطراف كثيرة أخرى أغلبها أوروبية، لكن هم كانوا متوقفين لأنه ما فيش تمديد أو إمداد بالغاز، فبمجرد إمداد بالغاز هتعمل بكامل طاقتها. محطة إيدكو طبعا إعادة التشغيل مرة أخرى تحتاج الكثير من الوقت والكثير من الانفاق الرأسمالي، ومحطة إيدكو بالفعل أو شكل أن تعمل. أما محطة دمياط فهي متوقفة حتى الآن تماما على العمل، وبالتالي مع بداية التوريد هي تحتاج فترة لإعادة التأهيل والإنفاق الرأسمالي حتى تدخل إلى، فبالتالي نستطيع القول هنا أن البنية الأساسية الإسرائيلية مش موجودة، والبنية المصرية تحتاج أن تستكمل في هذا الإطار. إضافة إلى شيء آخر، أن وجود مصر كمركز إقليمي يحتاج ليس فقط إلى بنية أساسية، وإنما يحتاج إلى توريد غاز بأسعار منافسة، بمعنى أن سعر الغاز الآن عالميا 3 دولار تقريبا للمليون وحدة حرارية. أما مصر وطبقا للجزء الأول من الاتفاقية مع توريد الغاز مع إسرائيل كان تقريبا سعر المليون وحدة حرارية 6.7، حتى لو قلنا 6 دولار للمليون وحدة حرارية فهذا رقم كبير للغاية، وحتى لم نضف عليه تكاليف التسييل وتكاليف النقل وغير ذلك من الأمور، وبالتالي توريد الغاز يصل إلى أوروبا الآن أقل من 3 دولار للمليون وحدة حرارية، فكيف يمكن؟ طيب علشان ما نستغرقش قوي يا دكتور أحمد في موضوع إسرائيل، لأنه ده ليه مقام واتكلمنا فيه أكتر من مرة، لكن خلينا نتكلم عن هذا المحور، وده كان بداية السؤال اللي بيتشكل واللي فيه إدانة للتصرفات التركية في هذه المنطقة. مصر شايفة أن تركيا بتنقب بشكل غير شرعي، وكذلك ترى قبرص واليونان في شد وجذب في ترسيم الحدود البحرية والمناطق الخاصة بكل دولة. إلى أي مدى تحويل هذا الكيان الوليد يعني اللي عملته مصر أو هذا التجمع إلى عنصر الضغط على تركيا أو على أي دولة أخرى بحيث يتم وضع أسس للتنقيب في هذه المناطق؟ حتى الآن الحديث عن منتدى بمعنى كلاما وديا وليس رسميا ولا يأخذ أي إطار قانوني. أما التوجهات المستقبلية أو الرؤية المستقبلية لهذا المنتدى هو التحول إلى كيان قانوني إقليمي، مؤسسة إقليمية. إذا ما تم التحول إلى هذا، لا، هيكون لهذا المنتدى الإقليمي أو المؤتمر الإقليمي سيكون له ثقل قانوني تستطيع به مصر أن تشكل ورقة ضغط على الإدارة التركية. ولكن من الواضح أن الإدارة التركية مصممة في هذا الاتجاه وتأخذ خطوات واسعة، لأن إعادة ترسيم مصر للحدود مع اليونان أضر ليس فقط بمصالحها في التنقيب عن الغاز والبترول في منطقة الشرق المتوسط، وإنما يضر أيضا بمصالحها التجارية، لأن إعادة ترسيم الحدود الدولية أو المياه الاقتصادية ما بين تركيا واليونان وتركيا ومصر مرة أخرى لا يتوقف أيضا فقط عند أمور الغاز والبترول، وإنما يمتد إلى المصالح التجارية ومرور السفن وغير ذلك من الأمور.
أيضا الأمر يحتاج إلى أن نعرف أن تركيا الآن أمنت احتياجاتها الداخلية من الغاز الطبيعي عن طريق ما يسمى بخط السيل التركي. كلنا نعرف أن روسيا كانت تصدر الغاز إلى أوروبا من بوابة أوكرانيا. بعد الأزمة في أوكرانيا حاولت روسيا في إنشاء خط غاز مع بلغاريا، فشل هذا الخط، وتم الاتفاق مؤخرا من سنتين مع تركيا على إنشاء ما يسمى خط السيل التركي. هذا الخط الذي سيحمل الغاز الروسي إلى أوروبا وسيكون هو المحور الأساسي في حمل هذا الغاز. الخط هذا دشن بالفعل وسيتم افتتاحه بنهاية عام 2019. هذا الخط يبنى على شيئين رئيسيين: الكفاية الذاتية للمجتمع الداخلي التركي، وكلنا نعرف أن تركيا دولة كبيرة في الإنتاج، بتشكل الناتج المحلي حوالي 800 مليار دولار، أي أنها إنتاج محلي ضخم للغاية، صادرات بحوالي 160 مليار دولار، أي أن تركيا استطاعت أن توفر احتياجاتها الذاتية من الغاز الطبيعي، أيضا ستصدر إلى الدول. وبالتالي وجود مثل هذه الزراع سيكون محوره الرئيسي هو لي زراع تركيا في بعض الأمور السياسية المتعلقة بمصر، ليست كلها أمور اقتصادية، لي زراع تركيا فيما يتعلق بإيواء بعض الجماعات المنوئة في الداخل التركي، بعض القنوات الفضائية التي تسبب إزعاجا شديدا للسلطة المصرية. أنا أعتقد أن الأمر لا يتوقف عند الحدود الاقتصادية، وإنما لكن ربما الأهمية الأكبر السياسية بالنسبة لمصر حاليا هي الجزء الاقتصادي، والواضح أنه السعي في هذه النقطة تحديدا، لأن المعارك السياسية مستمرة وستبقى مستمرة بلا فترة طويلة، ولا أعتقد أنه أي طرف هيتراجع، أو الشواهد يعني بتقول كده. لكن أعتقد أن هذه الخناقة، إنجاز التعبير يعني، بين قوسين، هي على المستقبل، مستقبل الطاقة في البلدين، لأن مصر برضو حققت الاكتفاء الذاتي أو في سبيلها إلى ذلك، وبتسعى أن هي تكون مركز إقليمي للطاقة، وكذلك تركيا بتبحث عن التصدير، فكلاهما ليه مصالح في هذه المنطقة. إلا يحسم بقى هذه المصالح. أنا مع حضرتك تماما، مصر حققت الاكتفاء الذاتي، ولكن هذا الاكتفاء وفق معظم التقارير والدراسات اللي جاية من جهات محايدة بتقول أنه سيستمر من 3 إلى 5 سنوات، أي أنه في الأجل المتوسط لن يكون هناك اكتفاء ذاتي، وستعود مصر مرة أخرى مستوردة للغاز. وهذا أحد مشاكل أو عيوب الاتفاق مع إسرائيل، أن إسرائيل ستكون المورد الأساسي للغاز في مصر، وبالتالي معظم الصناعات الرئيسية المصرية ستعتمد على الغاز الإسرائيلي، مما يشكل تهديدا للأمن القومي المصري في فترة من المراحل، ولكن هذا على مستوى المتوسط. وأتفق معك أن جزء كبير أو عامل وزن نسبي كبير للعامل الاقتصادي هذه الخناقة، هذا الصراع الدائر على الغاز في شرق المتوسط، ولكن أيضا يجب ألا نغفل العامل السياسي من وجهة نظري، لأنه يشكل أيضا طبعا وزن نسبي شديد الأهمية. ربما لو العلاقات بين مصر وتركيا طبيعية ما كانش يبقى يعني الصراع على هذا النحو من الحدية في الفترة الأخيرة. شكرا جزيلا دكتور أحمد ذكر الله، رئيس قسم الدراسات الاقتصادية في أكاديمية العلاقات الدولية، على هذه المشاركة. ده شنان وشطاء حملة للتدوين عن تجديد حبس الناشط السياسي شادي الغزالي حرب 45 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي، وبذلك يتم الغزالي عاما ونصف داخل السجن. أما نيابة أمن الدولة العليا طوارئ فقررت تجديد حبس أستاذ العلوم السياسية الدكتور حازم حسني والكاتب الصحفي خالد داود لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، فيما قررت النيابة إخلاء سبيل 200 من المعتقلين على خلفية التظاهرات ضد الرئيس السيسي حسب المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات. نبدأ من القاهرة مع السيدة فاطمة هشام زوجة الناشط السياسي شادي الغزالي حرب. استاذة فاطمة برحب بيكي معايا في توقيت مصر، كلمينا عن هذه الحملة، حملة التدوين للتذكير بشادي بعد ما أتم عام ونصف في السجن. مساء الخير استاذ العادي الأصدقاء والناس المهتمة بشادي اللي عارفينه على المستوى الخاص والعام، يعني عملنا كتابة وتدوين بعد ما تجدد له، كان يوم الثلاثة اللي فات، لأنه كده يبقى تم سنة ونص في السجن الانفرادي. طيب في السنة ونص دي احنا عارفين انه تم إخلاء سبيله مرة أو اتخاذ قرار بإخلاء سبيله مرة، لكن هذا القرار تم نقضه مرة أخرى أمام النيابة، وعاد أو يعني نقضته النيابة وعاد شادي إلى السجن مرة أخرى. فكرينا كده بالتهم الموجهة ليه، هل بينزل لما بينزل الجلسات اللي هي بتبقى تقريبا كل 45 يوم ديت،
بيتم التحقيق معاه مرة تانية ولا هي بس بتبقى جلسات إجرائية؟ إيه اللي بيحصل؟ لا شادي من ساعة ما اتحقق معاه أول يوم، يعني هو أول يوم اتنفك، أو يعني هو راح للتحقيق بنفسه، كان عندنا استدعاء اتحقق معاه يومها، ومن ساعتها ما حتى مفيش استكمال تحقيق، ما تمش أي تحقيق معاه مرة أخرى. طب ايه التهم، ايه التهم الموجهة لشادي؟ الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كذب. التهم المعتادة يعني. بالضبط كده. طيب طمنيها، طيب على الحالة الصحية، الحالة النفسية لشادي، ايه امتى آخر مرة زرتيه؟ ايه ايه وضعه داخل السجن؟ أنا كنت عند شادي امبارح دي آخر زيارة. الحمد لله صحيا معقول، ونفسيا الحمد لله متماسك، لكن كلنا بدأنا نحس مع طول المدة إن هو مش هيطلع بسهولة، أو مش هيطلع قريب، يعني دي المشكلة الأساسية. كان في كلام الفترة اللي فاتت عن إمكانية وجود يعني تغيير في سياسة الدولة، شفنا أو يعني في نفس الخبر اللي بنتكلم فيه عن شادي، في 200 من اللي كانوا محبوسين على ذمة قضايا التظاهر تم إخلاء سبيلهم، يعني كان في أمل إنه يكون في تعامل بالمثل مع النشطاء السياسيين الموجودين في السجن من فترات زي شادي. لا الحقيقة أنا ما كانش عندي أمل خالص بالذات المرة دي إنه يطلع، لأن أنا شايفة إن الظروف السياسية فيها قلق، فيها حراك، ده ما كانش موجود من شوية. وأنت عندك 200 خدوا إفراج، لأن عندك 3000 معتقل استخدوا في خضم مظاهرات 20 سبتمبر وما تلاها. فأنا أعتقد منطقي لازم شوية ناس تطلع، لأن حتى الكباسيتي أو قدرة استيعاب للمحاكم وللسجون وحتى وكلاء النيابة مش هيقدروا يحققوا مع كل العدد ده. إنما ده مش معناه انفراج، بالعكس أنا شايفة إن يعني المرة دي الحمد لله كنت حاطة أمل، لأن بالمنطق لا هو مش هيطلع نشطاء سياسيين، هو شايف إن هو من وجهة نظرهم ما بين قوسين إثاريين زي ما بيتقال في ظروف زي دي، يعني مش منطقي الحقيقة، طيب يعني هما مش بيفكروا بالأسلوب ده أعتقد. شكرا جزيلا فاطمة هشام، زوجة الناشط السياسي شادي الغزالي حرب، وخالص تمنيات أن يكون محرر هو وباقي المعتقلين السياسيين في الفترة اللي جاية. وبالمناسبة دي يعني برضو الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لسه من دقايق أو يعني من أقل من ساعة كان ليه تصريح بيتم تداوله خلال الجلسة أنه مصر ليس فيها أي معتقلين سياسيين، والحقيقة مش مفهوم طيب الناس الموجهة بالشكل ده أو الناس اللي متهمة وموجودة في السجن بالشكل ده معتقلين إيه؟ هل على ذمة قضايا سرقة مثلا، ولا على ذمة قضايا نصب، ولا قضايا ليها خلفية سياسية؟ ده بمناسبة برضو الكلام عن المعتقلين السياسيين يعني. نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان مؤتمرا بالتعاون مع عدد من المنظمات الحقوقية بمشاركة 18 دولة عربية. تكلم المستشار هاني جورجي رئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام خلال المؤتمر عن دور النيابة في التصدي لجريمة التعذيب، وقال إنه لا يوجد تعذيب ممنهج بمصر وما يحدث هو حالات فردية. انضم إلينا من القاهرة الدكتور حافظ أبو سعد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. دكتور حافظ برحب بيك معايا في توقيت مصر، يعني كلمنا أكثر عن هذا المؤتمر، مين المشاركين فيه والهدف منه إيه؟ المؤتمر في الحقيقة هو يعني كان فيه إصرار من المجلس القومي لحقوق الإنسان إن المؤتمر اللي تم إلغائه وكان بيتم بالتعاون مع مفوضية حقوق الإنسان أن يتم عقده مرة أخرى، ولكن بالتعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمة العربية والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومؤسسة مؤسسة كيمة بطرس غالي لحقوق الإنسان. وهي في الحقيقة نفس الموضوعات اللي كان المؤتمر هيناقشها، وكان مؤتمر إقليمي عربي بيناقش قضية التعذيب في المنطقة العربية وفي علاقتها باتفاقية مكافحة التعذيب، وما هي الأوضاع واستعراض الأوضاع وتبادل الخبرات وإمكانية تطوير البنية التشريعية في التشريعات العربية بما يؤدي لكي تتوافق مع الاتفاقية الدولية لمكافحة التعذيب. شارك فيه عدد من المغرب والجزائر والأردن وفلسطين ويعني والبحرين وعدد يعني 18 دولة عربية في الحقيقة، ما بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبين أعضاء المنظمات الحقوقية في المنطقة العربية.
وبالتالي كان الحضور كبير. ايضا كان في تمثيل لمكتب المفوضيه السامية لحقوق الانسان السيد جاشمت وهو من مكتب المفوضيه والمسؤول عن ملف مصر. وفي الحقيقه يعني كان النقاشات اليوم كلها كانت بتدور حوالين التطورات التشريعيه، التناقضات ما بين التشريع، التحديات التي تواجه قضيه التعذيب ومكافحه التعذيب في المنطقه العربيه. تعرضنا التحديات التشريعيه، التحديات الاجرائيه والتي تواجه التعذيب. بكره هنتكلم على الاليات المواجهه التي يمكن ان نعدل فيها. كان في توصيات محدده في الحقيقه قدمها الاستاذ محمد فايق وانا قدمتها في كلمتي حول الاليه الوطنيه لمكافحه التعذيب التي يمكن ان ننشئها في مصر لتأخذ مجموعة يعني أهداف محددة لتنفيذها، منها التدريب والتأهيل على حقوق الإنسان وعلى حماية المتهمين من التعذيب، تطوير التشريعات التي تتفق مع تعريف كلمة التعذيب في الاتفاقات الدولية، ثم زيارات السجون وزيارة أماكن الاحتجاز. وهنا أنا طالبت شخصيا ب تعديل في قانون مجلس القومي لحقوق الإنسان وقانون السجون بما يؤدي إلى أن يكون الزيارات دون إخطار ودون يعني مش بالإذن المسبق ولكن بالإخطار، على أساس نحن نستطيع أن نحن نزور السجون في أي وقت ونتحقق، عشان ده كمان يدي مصداقية للزيارات، لأنها مش عايزين نزور لأن احنا نعمل نتفرج على السجون لأن دي كانت محل انتقاد قبل كده. صحيح. ولكن عايزين نزور السجون عشان نحقق في وقائع محددة، وأي شخص يدعي التعذيب يدعي أنه بيعمل معاملة سيئة أو محطة بالكرامة أو يمنع من حقوقه لابد أن ينتقل فورا المجلس القومي لحقوق الإنسان ليحقق. كمان بنطالب بفتح الزيارات لمنظمات المجتمع المدني عشان نعزز دورها، وكمان المنظمات هي اللي تقدر تجيب لنا تقارير حوالين أوضاع حقوق الإنسان وأوضاع التعذيب، هل في تعذيب، التعذيب قل زاد، ايه التوثيق اللي بيتم للتعذيب، هل ممكن نساعد النيابه العامه في اتخاذ الاجراءات، لان النيابه العامه في الحقيقه في الفتره الاخيره بتاخد اجراءات لكن المنظمات مش فعاله بالشكل الكافي عشان القانون اللي كان بيمنعها ان هي تقدر تجمع معلومات وتوثقها عشان تقدر تقدمها للنيابه العامه. فانا اعتقد انه النهارده كانت كلمه النيابه العامه مهمه جدا، كلمه وزاره الخارجيه مهمه جدا ايضا، ومعناها ان في استعداد لمناقشه الافكار التي يمكن ان ينتهي لها هذا المؤتمر. ما هو الخوف انه يكون لمجرد الدفاع يا دكتور، لانه حضرتك شفت انه في كلمه النيابه العامه كانت تاكيد على انه لا يوجد تعذيب منهجي في مصر من الاساس. وانا برضه عايز اقف معاك عند النقطه دي الخاصه بضبط المصطلحات، لانه المنظمات الدوليه بتقول ان التعذيب في مصر منهجي، مصر بتقول لا دي حالات فرديه. لما كنا بنتكلم حتى على دكتور علي عبد العال قبل ما حضرتك تدخل معانا على طول كان بيقول انه ما فيش معتقلين سياسيين في مصر. طبعا هو بيستند انه ما فيش حد موجه له تهمه ان هو بيمارس سياسي السياسه، لكن بيتم التحايل عليها باتهامات اخرى. المصطلحات لا انا عايز اوضح في النقطه دي، عايز اوضح حاجه يا استاذ. اتفضل. لان الدكتور علي عبد العال رجل قانون وبيتكلم من الناحيه القانونيه. من الناحيه القانونيه انت ما عندكش معتقلين. صحيح. بصرف النظر سياسيين ولا غير سياسيين. الاعتقال هو قرار اداري يصدر من وزير الداخليه بايداع الشخص في السجن لمده شهر ويتم التظلم منه ويتكرر، ده كنا بنسميهم معتقلين. انما الذين لدينا اشخاص محبوسين على ذمه قضايا سياسيه. انا تقديري كده، لانه هذه يعني شهاده الغزاله ما ده اللي اقصده. مقصوده انه بيتم التحايل او يعني المصطلحات ما بتبقاش مفهومه. هو انا الفكره لا هو بيتكلم من الناحيه القانونيه وانا فاهمها من الناحيه القانونيه، لكن انا اقول انه حتى محبوسين التظاهر محبوسين التظاهر دول سياسيين مش جنائيين. جنائيين هو الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات فيما يخص الجرائم الجنائيه، مخدرات، سرقه، نصب، احتيال كده. انما التظاهر في حد ذاته هي جريمه سياسيه. التظاهر وحتى التهم الموجهه السعي لاسقاط نظام الحكم، الانضمام لجماعه، دي كلها تهم سياسيه يعني بوضوح. طبعا لانها تهم سياسيه، لانه حريه الراي والتعبير او التعبير عن طريق الانترنت او الكتابه بالنقد السياسي، كل دي كلها تهم سياسيه بالمفهوم ده. طيب نرجع للتعذيب، التعذيب منهجي ولا غير منهجي في مصر؟ مين او ايه اللي فاصل بين الاثنين؟ المشكله في الموضوع ده الاتي: الموقف الرسمي للامم المتحده في لجنه مناضله التعذيب لديها استخلاص سنه 2017
بتقرير رسمي أن التعذيب منهجي. الموقف الرسمي للحكومة المصرية تنفي أن التعذيب منهجي، وترى أن هذه التعقيدات غير حقيقية وأنها حوادث فردية وتحال إلى النيابة العامة. ولديها في هذا النهاردة الخارجية والنائب العام اتكلموا على أن في أكثر من 35 قضية حالتها النيابة العامة إلى المحكمة في حوادث تعذيب، وده اللي بتستدل به على أنها ليست منهجية. أنا وجهة نظري حلا لهذا الأمر، نحن في حاجة لأن نقنع الأمم المتحدة أن التعذيب حالات فردية، وهذا الأمر يحتاج مننا أولا نحن نعدل قانون العقوبات عشان نكون متفقين تماما مع تعريف التعذيب في الاتفاقية. النقطة الثانية الآلية الوطنية، لأن ده معنى إيه؟ أن الحكومة عندما تنشي الآلية الوطنية لمكافحة التعذيب أنها تبرئ ساحتها من أن هناك أي توجيه بالتعذيب، بدليل إنشاء الآلية الوطنية التي سوف تكافح التعذيب وتعمل على تطوير الأماكن الاحتجاز والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وتدريبهم وتأهيلهم، وده بالتحديد هو الطريق الوحيد إن إحنا نغير هذه الاستخلاصات الموجودة لدى لجنة مناهضة التعذيب. وبرضه تغليظ القوانين يا دكتور، لأن دي مشكلة من المشاكل، يعني إنه عقوبة التعذيب خصوصا لو حصلت على يد يعني ضابط شرطة أو أحد منفذي القانون مش هي اللي بتقوم بالردع، يعني كان في مطالبة أكتر من مرة بتغليظ هذه العقوبة. لا العقوبة مغلظة وجيدة بصراحة، بس هي المشكلة في إن عدم انطباق تعريف جريمة التعذيب بعقوبة المغلظة على لأنه التعذيب بيشترط في مصر هنا عشان نعتبر الجريمة جريمة التعذيب أن يكون بغرض الحصول على اعتراف. بالضبط. طيب أنا بقى لو ما أثبت إزاي إنه كان في غرض الحصول على اعتراف، فدي صعبة لأنه لازم يبقى في محضر موجود، والمحضر ده كان بيطلب منه الاعتراف، ودي مثلا اللي ما عرفناش نثبتها في قضية خالد سعيد. ما هو ده داخل في قصة الجدية اللي بنتكلم فيها دكتور، ان الدولة تثبت انها جادة في ان هي بتكافح التعذيب. لو خدنا التعريف تعريف جريمة التعذيب الموجود في الاتفاقية هيخليني مش محتاج اشدد العقوبة، لان العقوبة مشددة فعلا انه اذا كان تعذيب وادى الى الوفاة بتبقى عقوبة القتل العمد مع طفح الاسراء، واذا كان لكن تكييف التهمة بقى هو المشكلة. بالضبط. شكرا جزيلا دكتور حافظ أبو سعد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان على هذه المشاركة. أيضا انضم إلينا من القاهرة الأستاذ جمال عيدي المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. أستاذ جمال برحب بك. أهلا بك أستاذ تامر. كان مفترض أن يتم عقد مؤتمر عن التعذيب في مصر مشاركة المفوضية السامية بعد الاعتراضات من جانب الحقوقيين، تم تأجيل المؤتمر. المجلس بحسب ما بيقول لإثبات حسن النية وإثبات الجدية في التصدي لهذه يعني الجريمة بيعمل مؤتمر يشارك فيه 18 دولة عربية وممثل أيضا عن المفوضية، بتشوف ده إزاي؟ لا يعني خلينا نصحح الجزء الأول اللي قلته في كلامك، وما تمش تأجيله، تم إلغاء وتدارك الخطأ، لأنه ليس دور المفوضية حقوق الإنسان وعلى لسان رئيستها اللي هي كانت ضحية تعذيب، كانت رئيسة تشيلي نظام دكتاتوري وضحية تعذيب وبقت رئيسة والآن رئيسة المفوضية، تم تدارك الخطأ وإلغائه. فيجي هذا المجلس القومي اللي بقى يعني بوضح لحضرتك لو انتم شوية اتكلمتوا على القانون، انتهى هذا المجلس، ملوش وجود قانوني من نوفمبر 2017 من سنتين. فيجي يعمل مؤتمر اللي هو يعني حفظ ماء الوجه ويعملوا يتكلم في القوانين ومع مؤسسات، يعني مع احترامي مفيش مؤسسة حقوقية مستقلة تم دعوتها في هذا المؤتمر، على الأقل اللي من مصر والبحرين، على الأقل مفيش مؤسسة مستقلة. الحقوقيين البحرينيين إما في السجون إما في المنافي، الحقوقيين المصريين موجودين هنا هم ممنوعين من السفر، بس لم يتم دعوة مؤسسة مستقلة واحدة. اللي موجودين اللي هم على شاكلة الضيف اللي كان مع حضرتك اللي يقعدوا يقولوا القوانين، التعذيب مشكلته مش قوانين، التعذيب مشكلته في جزء من اللي حضرتك قلته جدية الدولة اللي بنسميها الإرادة السياسية. هذا النظام ما عندوش إرادة سياسية ولا الاحترام حقوق الإنسان ولا الوقف التعذيب، فإيه فيد القوانين لما ما عندكش إرادة لتنفيذها؟ في الحقيقة المشكلة مش مشكلة قوانين، ده كلام تضليل ويعني ضحك على المواطنين اللي مش واخدين بالهم. مشكلة التعذيب في مصر وانتهاكات
مش نقص قوانين او مش اصلاح قوانين. اديني قضاء عادل واديني اراده سياسيه، مصر هتبقى افضل من اسكندنافيا. اديني قوانين بتاعت اسكندنافيا من غير اراده سياسيه هيبقى الوضع زي ما انت شايف كده. ما ده اللي لفت، ده اللي لفت ليه مثلا دكتور حافظ في قصه التعذيب او يعني الجريمه بتاعت التعذيب اللي هي بتتعامل معامله القتل العمد، لكن اثبت اصلا انها تعذيب. المشكله ان كل الجرائم، لا 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 في الحقيقه، لا لا في الحقيقه ولا ده ولا ده. يعني اذكر لي كده حضرتك ممكن تقعد يومين ثلاثه عشان تفتكر مثال واحد لضابط بيتحاسب عشان موضوع تعذيب او سوء معامله، مش هتلاقي. انا متابع يعني، ده المنطقه اللي احنا متابعينها، مفيش. في ضوء اخضر، انتهكوا وخوفوا المصريين وعذبوهم، ويعني نكلوا بيهم كلام حضرتك. ده تاكيد لكلام حضرتك انه قوانين، في قوانين، لكن لا لا لا، القوانين موجوده، مفيش اراده سياسيه. بالظبط بالظبط. النيابه لا تحاسب. النيابه لا تحاسب. للاسف النيابه ما بتحاسبش الضباط. احنا النيابه بترى المخالفات القانون، للاسف ما بتعملش حاجه. يعني انا ما بتكلمش على القبضه الاخيره اللي هي بالالاف دي، انا بتكلم على من 2013. انا النهارده عايز اقول لحضرتك على حاجه بس. التعذيب في مصر لما ضابط، يعني لو صادف، وده كان قبل الثوره، ان ضابط اتحكم عليه عشان جريمه تعذيب، لو فاكر اسلام نبيه، لا طبعا مش مخله بالشرف. التعذيب مش مخله بالشرف، وعاد للخدمه بعدها تتفصل ويعتبر التظاهر عشان مطالبه بحريات مخل بالشرف. امبارح وزاره التعليم فصلت 1000 معلم، 1000 معلم لانها يعني شايفه ان هم طيب. انا افصل الناس على لانهم ارتكبوا جريمه ولا على ما يعتنقوه بداخلهم؟ في الحقيقه خليني اقول لحضرتك، هذا المجلس القومي اللي هو كمان مش راضي، بعض اعلاميين اللي هم انصاف الاعلاميين اللي بيظهروا لانهم عايزينه انبطاح كامل، والمجلس لانه بعضهم يعني يرغب في الاستمرار، فبيزيد ترديه وسقوطه عشان يرد الدولة عشان يفضل في التشكيل الجديد. في أعضاء يعني في المجلس ده ممنوعين من السفر، وفي أعضاء تم اقتحام منازلهم. أما هم دول بقى هم فينها، مش هتلاقيهم، مش هيطلعوا مع حضرتك يعني بوضوح. اللي موجودين، لا استاذ ناصر امين كان معانا قريب. طيب خلينا نروح برضو، لانه كانت معانا زوجة الدكتور شادي الغزالي، وهي تلفت برضو لنقطة مهمة، وهي فكرة ان الحبس الانفرادي في حد ذاته تعذيب، انك تحبس حد لمدة سنة ولا اتنين ولا شهر ولا اتنين، ده في حد ذاته ما ينفعش النظر اليه غير انه تعذيب طبعا. يعني مش بس التعذيب ان انا اجيب حد واضرب فيه. يا استاذ تامر اتفضل. النهارده شادي لسه حضرتك جايب مثال ليه، ده بقاله سنه ونص حبس احتياطي. اما توديه محكمه او افرج عنه، انما انت بتعاقبه بالحبس الاحتياطي. لم نسمع هذا المجلس القومي يقول كلمه. ده سنه ونص اتحقق مع مره واحده. قول صحيح. بقى قول يتحكموه يتخرجوه، انما انت بتعاقبه بالحبس الاحتياطي. النهارده افرج عن صحفي كان بقاله ست سنين جوه ابراهيم جوه الدراوي. يعني المشكلة بقى مش قانون، لأن القانون بيقول سنتين إن حبس احتياط حد أقصى ولازم من محكمة النقض. اللي بيحصل إنه مفيش. لو أنت عندك قوانين جيدة ومفيش إرادة لاحترامها، قوانين مش المفيدة. الفكرة في إفلات من العقاب، في ضوء أخضر للتنكيل بالمصريين ونشر مناخ الخوف لمحاولة يعني إن أنت تحكم ناس خايفة. اللي بيحصل إنه الخوف متحول لغضب، وده ما احنا بنشوف دلوقتي. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ جمال عيد، المدير التنفيذي للشبكه العربيه لمعلومات حقوق الانسان، على هذه المشاركه. نذهب الان الى فاصل قصير ثم نعود لنستكمل باقي فقرات بتوقيت مصر، ومعنا اهلا بكم من جديد. نشرت صحيفة الجارديان البريطانية تقريرا عن اتهامات وجهتها منظمة اقتصادية بريطانية لصندوق النقد الدولي تشجيع ما اسمته بالاقراض المتهور ل 18 دولة من بينها مصر، دون وضع برنامج لإعادة هيكلة الديون اولا. التقرير ذكر ان تلك الدول تعاني من مشاكل مالية، وان الصندوق يخرق قواعده الخاصة من خلال منح القروض دون ضمان قدرة تلك الدول على تحمل اعباء الديون.
يأتي هذا التقرير بعد أيام من تصريح محافظ البنك المركزي طارق عامر، والذي أكد فيها أن مصر تناقش تعاونا جديدا محتملا مع صندوق النقد الدولي عندما ينتهي برنامجها الحالي مع الصندوق والمقرر الشهر المقبل. حول هذا الموضوع انضم إلينا من واشنطن شريف عثمان، مدير الاستثمار بواشنطن أناليتيكا. برحب بك يا أستاذ شريف معايا في بتوقيت مصر. هذا المصطلح الإقراض المتهور اللي بتتهم المؤسسات أو بعض المؤسسات العاملة في هذا المجال الصندوق النقد بإقراض دول من بينها مصر 18 دولة تقريبا من غير ما يكون في ضمانات أولا لسداد الديون. أهلا بك. يعني هو المصطلح ده المقصود به طبعا أن يا إما أن صندوق النقد بيكون يعني لم يتوخى الحذر أو للتأكد من قدرة الدول على السداد، فيعني أي مقرض يهم القدرة على السداد قبل أي ضمانات، فهو قد يكون الوضع أنه لم يتوخى الحذر قبل الإقراض. وفي أحيان أخرى يعني بيكون أن هو اعتمد على بعض ما يطلق عليه الويندو دريسنج، يعني بيحاول يعني ياخد بعض المؤشرات اللي هي ممكن تسد أي حد يقول لا ما تدوش الدولة دي القرض، بياخد المؤشرات دي اللي هي بتكون أحيانا غير معبرة عن الوضع الحقيقي الاقتصادي لأي دولة وبيعتمد عليها في الإقراض، لأنه هو طبعا يعني صندوق النقد يعني نشاطه في العقود الأخيرة إن هو يقرض الدول. هو يعني الهدف الأساسي بتاعه الإقراض وإن هو يحصل على فائدة مقابل الإقراض، فبالتالي هو بيحاول ينشط تلك العمليات، وقد يعتمد في بعض الأحيان على يعني شروط لم يتم تحقيقها بالكامل ويتخذ القرار في ذلك. طب ليه بيتم يعني الحديث عن انه الصندوق لم يتوخى الحذر، رغم احنا عارفين الصندوق هو اللي عمل الفاتورة اصلا، كل اجراءات ما يسمى بالاصلاح الاقتصادي ورفع الدعم وكل هذه الاجراءات تمت بناء على طلب او ربما امر من صندوق النقد الدولي في مقابل اعطاء القرض، الا يعد ذلك ضمان للصندوق؟ يعني الحالة المصرية مختلفة شوية، إنما الحالات التي يتحدث عنها التقرير يعني كانت بتشير بالأساس إلى بعض الدول في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وعلى رأسها الأرجنتين. الأرجنتين بعد ما تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بعام هي على وشك الإفلاس، ويعني دي مشكلة كبيرة جدا، لأن الصندوق النقد مش وافق على إقراضها فقط، إنما ده أعطاه أكبر قرض تم منحه في تاريخ صندوق النقد الدولي 56 مليار دولار. وكان يعني الصندوق بيهدف من هذا القرض إلى أن الأسواق المالية تثق مرة أخرى في الأرجنتين، وبالتالي تعود الأرجنتين للإقتراض من الخارج للإقتراض بالإضافة إلى ما حصلت عليه من الصندوق، لأن في مشكلة أن في أكثر من 80 مليار دولار ما زالت الأرجنتين يعني مدينة بها لمن اشترى السندات الأرجنتينية خلال العامين الماضيين ولم تسددها حتى الآن، فكان الصندوق يحاول مساعدتها على السداد. أما ما يخص وضع البرنامج فالحقيقة أن يعني التقرير أيضا يشير إلى أن الصندوق لم يعني يبحث بالقدر الكافي، وبالتالي تم نقل العبء أو خطورة القرض إلى المواطنين. فالبديل لأي دولة لم تكن الشروط الحقيقية تسمح بإقراضها هو أن الحكومة بتاعتها بتيجي على المواطنين بزيادة، وبالتالي بتحصل بعض يعني بيحصل انخفاض في مستوى المعيشة، وبيحصل انخفاض في الدخول الحقيقية، وبيحصل ارتفاع في الأسعار وإلغاء للدعم، يعني كما حدث في بعض الدول منها مصر، وكما يعني يحدث مقاومة الآن في لهذا الموضوع في الإكوادور، يعني في شبه ثورة في الإكوادور احتجاجا بالذات على شروط صندوق النقد الدولي. طيب خليني أسألك أستاذ شريف مستفهما وليس مستنكرا، ما عنديش معلومة، هل في محاولات أو في يعني وقائع سابقة لتدخلات إيجابية لصندوق النقد الدولي؟ يعني هل في دول من اللي اقترضت من صندوق النقد الدولي ومن اللي نفذت برامج صندوق النقد الدولي مع نهاية البرنامج ومع نهاية ما خطت ليه الأوضاع بقت أحسن؟ لأنه في المدى المنظور وفي النماذج اللي كتير بيتداولوها ما فيش حاجة كده، ربما الأمور بتسوء أكتر. يعني خليني أقول لحضرتك في الحالة المصرية احنا قرينا كتير قوي ان اصبحت حالة اقتراض مصر
من صندوق النفط مثال يحتذى به وتجربة يحاول تعميمها على الدول الأخرى. ده فيما يخص المؤشرات الظاهرة للخارج، ولكن أنا في الآخر يعنيني المواطن. فيعني الهدف الأساسي للبنك الدولي كان بالأساس إن هو مكافحة الفقر، يعني المواطن الفقير مش الدولة الفقيرة، المواطن الفقير. ونفس الحكاية بالنسبة لصندوق النقد، هو بيحاول إصلاح السياسات أو أي اختلالات هيكلية في الدول الفقيرة من أجل المواطن. ما حدث في خلال الفترة اللي بعد ما ابتدينا نحصل على صندوق القرض من صندوق النقد، إن نسبة الفقراء زادت، ارتفع تحت خط الفقر في مصر من 27% إلى 32%، يعني تقريبا ثلث الشعب المصري أصبح تحت خط الفقر، وخط الفقر ده بيقدر ب 750 جنيه مصري في الشهر، في حين إن يعني ممكن نقول 2000 3000 جنيه مش هيبردوا، مش هيكونوا خرج من خط الفقر في مصر. فلو استخدمت الرقم الجديد يبقى أكتر من 50% من الشعب المصري هيكون تحت خط الفقر. وبالتالي أنا شايف إن دي يعني ده فشل ذريع للقرض الصندوق أو خطة صندوق النقد في لمصر في الفترة اللي فاتت. لكن واضح إن التجربة مشجعة للدولة، لأنه كلام رئيس البنك المركزي بيقول إن في تعاون مستقبلي، ربما يكون في تعاون مستقبلي بين مصر وبين الصندوق مرة أخرى. هل ده معناه ان احنا ممكن يكون قدام قروض اخرى؟ يعني انا قرات التصريح ده، وكنت قرات تصريح من حوالي اسبوعين ثلاثه لوزير الماليه بيقول ان في محاولات للاتفاق مره اخرى مع الصندوق وان كانت غير ماليه. صندوق النقد وقتها نفى اي حوارات في هذا الاطار، ويعني ممكن لو في حاجه يا ريت يقولوا لنا، لكن اعتقد ان هي هتكون من اجل يعني محاوله انقاذ الوضع الحالي. فالوضع الحالي اللي هو الصوره بتاعته واضحه جدا في القروض الخارجيه اللي هي عماله تزداد، والقروض عموما يعني الدين العام على مصر عمال بيزداد، واحنا ما فيش اي سياسه واضحه غير اننا بنقترض لسداد القروض وسداد ويعني خدمه الدين اللي هو القسط والفائده. ده اللي احنا بنعمله في خلال السنتين ثلاثه اللي فاتوا، وده اللي ادى لارتفاع القروض بصوره هي دي الحاجه الوحيده اللي احنا عارفين انها مستمره. اما بالنسبه للصندوق، نرجع تاني للتقرير، ده وضع مش قابل للاستمرار، يعني هذا الوضع غير قابل للاستمرار بالمره ان احنا نفضل نقترض عشان نسدد مساق، لانه لا يؤدي الا زياده الدين. بس حضرتك بتقول انه التصريحات وزير الماليه كانت بتقول انه اقتراض او يعني تعاون غير مالي، غير يعني مش قائم على الاقتراض. ايه اوجه التعاون اصلا اللي ممكن تكون بين دوله وبين صندوق النقد الدولي غير انها تقترض منه؟ والله يعني هيكون طلب المعونة في وضع السياسات لحل مشكلة، يعني ده اللي أنا متصوره. لو هتاخد قرض ده مالية، لو مش هتاخد قرض يبقى هيقولك تعمل ايه عشان تسدد اللي هو أقرضه لك قبل كده. فده أعتقد يعني الوجه الوحيد للتعاون اللي ممكن يكون غير مالي في الفترة القادمة. طب الاعتماد على القروض لتسديد القروض أو لتسديد فوائد القروض، احنا عندنا حجم كبير جدا من أقساط وفوائد الديون اللي موجودة على مصر في السنة المالية الحالية، ربما تتصاعد كمان بزيادة أو يعني في الأيام وفي السنوات المقبلة، لأنه نفس المشكلة موجودة، مفيش إنتاج، بتعتمد على الديون، بتستحق فوائد الديون وما عندكش إنتاج، فبتضطر تستدين عشان يعني تسدد. إلى متى هذه الحلقة المفرغة؟ لا يعني هي غير قابلة للاستمرار بالتأكيد، ويعني النتائج كارثية في كل الأحوال اللي حصل فيها، إن فضل الدولة عن سنين اللي بتقترض لتسدد ما تم اقتراضه من قبل، ودي مشكلة كبيرة جدا. ويعني لو بصينا على الوضع المصري، احنا أخذنا القرض وعملنا كل الإجراءات التقشفية وعملنا كل السياسات المؤلمة للشعب المصري، ومع ذلك لم ينتج زيادة في الصادرات ولا في الإنتاج الصناعي ولا الإنتاج الزراعي ولا أي مشروعات استثمارية تدر عائد بعملة أجنبية يمكن من خلاله سداد ما تم اقتراضه من قبل. فبالتالي احنا خدنا المساوئ من البرنامج وما حصلش أي حاجة إيجابية، ما زلنا الأمور بتسوء من وجهة نظري فيما خص الدين الخارجي، وبالتالي سنظل على هذا الوضع يعني لحين معجزة تنقذنا، مش عارف حرب خليج تخلي دول الخليج تتنازل عن الدين، ودي حاجات يعني ما أعتقدش قدرية. أنها واردة في الوقت الحالي. ما هو أنا فاكر أستاذ شريف إنه لما في بدايات الحصول على القرض ولما كنا بنتكلم مع
خبراء في الاقتصاد كانوا بيقولوا أنه ربما تكون هذه خطوة جيدة في حالة ما إذا تم توجيه جزء من هذا القرض لتمويل لتشغيل المصانع المتوقفة، لتمويل استثمارات في مجالات معينة، مش لتمويل عجز الموازنة أو أن هي تتحط في الاحتياطي النقدي. الواضح أنه ما حدث هو السيناريو الثاني، أنه تم تمويل عجز الموازنة وزيادة الاحتياطي النقدي بفلوس صندوق النقد والسوق فضل زي ما هو. بالضبط، ويعني احنا بنتكلم على زيادة الاحتياط النقدي، بنتكلم في 30 مليار زيادة، كان مقابلها اكتر من 60 مليار زيادة في القروض الخارجية. فحتى دي مش يعني ما كانتش هي السبب الاساسي، هي المشكلة ان فعلا احنا اضطرينا وما زلنا مضطرين ان اي قروض بيتم توجيهها لسداد العجز سواء كان في الموازنة العامة او في ميزان المدفوعات. وطبعا دي يعني مشكلة كبيرة، والشروط اللي بيحطها المفروض صندوق النقد الدولي ان يكون القروض دي بتستخدم في حاجه تورد، يعني تجيب ايرادات اكبر خاصه بالعمله الاجنبيه، يعني تصدير او مشروعات اخرى تجيب ايرادات بالعمله الاجنبيه عشان يبقى ضامن انه الدوله بتقدر تسدد، وهذا لم يحدث في الحاله المصريه. تمام. طيب السيناريوهات المستقبليه بقى استاذ شريف في الاقتصاد المصري او للاقتصاد المصري، حضرتك بتقول انه هذا الامر غير مرشح للاستمرار، انك تستمر في الاستدانه لسداد ديون اخرى. طيب ايه نقطه التوقف؟ لا يعني زي ما بقول لك، هو الاعتماد هيكون على مد اجل او تجديد ما تم اقتراضه من السعوديه والامارات، ده اللي هيحصل يعني، ونتائجه من الناحية السياسية بتكون سيئة جدا، لكن قد نضطر إلى ذلك في الفترة المقبلة لو لم يكن هناك يعني تغيير جذري في السياسات. أنا ما عنديش مشكلة أن يتحط قيود صارمة على منع الاستيراد إلا ما هو ضروري أو ما هو وسائل إنتاج تؤدي إلى زيادة الإنتاج، لكن يعني حضرتك مش ممكن تتخيل حجم الاستيراد الاستهلاكي والترفيهي اللي بيدخل مصر، أرقام مهولة. مفيش دولة بحجم اقتصادنا وبحجم القروض اللي عندنا تظل مستمرة في هذا الاتجاه، وإلا هيكون يعني النتائج سيئة جدا زي ما حصل في الفترة الأخيرة. تمام، شكرا جزيلا أستاذ شريف عثمان مدير الاستثمار بواشنطن أناليتيكا على هذه المشاركة. قبل أن نختم، هناك خبر كنا قد نوهنا عنه، وهو أنه الاتحاد الإفريقي قرر إعادة مباراة فريق الزمالك أمام جنراسيو فوت السنغالي بعدما أعلن الكاف أن الفريقين أخطأا في هذه الأزمة بعدما رفض الفريق السنغالي خوض المباراة على ملعب برج العرب، ورفض أيضا الزمالك اللعب على بيتروسبورغ. هناك أزمة أخرى تتعلق برئيس الزمالك، أنه قال أن قرار الكاف ظلم ناديه وطلب من اتحاد الكرة تأجيل مباراة القمة التي من المقرر إقامتها في 19 من الشهر الجاري قبل مباراة الفريق السنغالي بخمسة أيام، وهو ما رفضته إدارة الأهلي بشكل قاطع. هذا هو الموقف، أن إدارة الأهلي ترفض أي تأجيل فيما يتعلق بمباراة الزمالك القادمة، خصوصا أن الفارق الزمني بين المباراتين هو خمس أيام، وهي الفترة اللي حددها اتحاد الكرة لخوض المباراة حتى إذا كانت أو إذا كان الفريق يلعب خارج أرضه، فهي فترة خمس أيام كافية جدا. الزمالك بعض المراقبين شايفين أنه هذا التأجيل هدفه أن يستعيد الزمالك مستواه في الفترة المقبلة، خصوصا بعد التعثر اللي حدث ليه بالتعادل مع إف سي مصر. أيضا المستوى العام للفريق ومحل انتقاد يعني من جانب النقاد والرياضيين، فالزمالك يحاول تجاوز هذه الفترة على حسب ما يقوله يعني المحللون. لكن على الجانب الآخر، الزمالك أو يعني إدارة الزمالك تؤكد أنه لا يمكن أن يتم التركيز في مبارتين، أحدهما في الدوري والأخرى في البطولة الإفريقية، والفاصل الزمني بينهم خمس أيام. وهدد رئيس الزمالك بالفعل بأنه سينسحب من الدوري العام بشكل كامل إذا أصر اتحاد الكرة على خوض المباراة في هذا التوقيت. في البداية كان الحديث عن أن أي تأجيل في مباريات الدوري الممتاز غير جائز ولن يتم من جانب اتحاد الكرة. الآن نحن أمام اختبار مبكر وسريع لاتحاد الكرة فيما يتعلق بكيف سيتعامل مع ما يقوله ومع ما يهدد به مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.
انتهت حلقة اليوم بتوقيت مصر. غدا بإذن الله حلقة جديدة. نراكم دائما بخير.